السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الدارسين والدارسات المقرر ريادة الأعمال ترم ثالث قسم اللغة الإنجليزية، أهلا ومرحبا بكم. إن شاء الله هنستكمل آخر محاضرة عندنا في مقرر ريادة الأعمال، وهنكمل بيها الفصل السابع. كنا بدأنا في الفصل السابع في المحاضرة السابقة، اتكلمنا فيه عن الإدارة الاحترافية للمشروع الريادي. عرفنا يعني إيه إدارة احترافية، عرفنا إيه المهام اللي بيقوم بيها المدير، من تخطيط، من تنظيم، من توجيه، من رقابة. إن شاء الله هنستكمل بقى موضوع الفصل بتاعنا الخاص بالإدارة الاحترافية. هنعرف ما يجب أن يعرفه صاحب المشروع الريادي عن التسويق، هنعرف يعني إيه تسويق، ومين هو السوق، ومين هو العميل، وإيه أهميته بالنسبة للمشروع. وهنتكلم عن مفهوم مهم جدا هو المزيج التسويقي المتكامل، وهنعرف المفهوم ده ايه مكوناته وهو عبارة عن ايه. ايضا هنتكلم عن الادارة المالية للمشروع الريادي، ايه اللي لازم يعرفه صاحب المشروع او رائد الاعمال عن الجوانب المالية للمشروع، وايه القوائم اللي المفروض يعدها او يستعين بحد متخصص في المحاسبة لاعداد هذه القوائم، وما اهمية هذه القوائم بالنسبة للمشروع. هنتكلم ايضا عن إدارة عملية التحول من دور رائد الأعمال إلى المدير المحترف. في الحقيقة النقطة دي بدأنا بيها المحاضرة السابقة، وأيضا هنتكلم عنها في المحاضرة الحالية. بما يجب أن يعرفه صاحب المشروع الريادي الصغير عن التسويق، هنلاقي أن المشروع الريادي مبني أساسا على فكرة التميز والاختلاف عن المنافسين. احنا اتكلمنا عن تعريف الريادة وتعريف ريادة الأعمال، وقلنا ان احد المبادئ الأساسية في ريادة الأعمال ان يكون مشروعك ليه قدرة تنافسية، لان لو ما كانش ليه قدرة تنافسية هيفشل. فلازم مشروعك يبقى مميز في اشياء معينة او في نقاط معينة، بحيث يبقى ليه قدرة تنافسية ويقدر ينافس المشروعات المجاورة ليه او المنافسة ليه. وبالتالي عشان رائد الأعمال ينجح في النقطة دي، إن مشروعه يبقى على قدر عالي من المنافسة، لابد إن هو يحدد موقع مشروعه بالنسبة للمشاريع المنافسة، هو فين بالضبط منهم وبيتميز عن المشروعات دي بإيه. يعرف منافسيه جيدا، يدرس السوق ويدرس المنافسين بتوعه ويعرف هم مميزين في إيه وإزاي هو يتميز عنهم، تمام؟ وبالتالي هيكسب العملاء بتوعه، وبالتالي برضو هيحقق الربح المطلوب او الربح اللي هيرضيه، وبالاضافة طبعا لقدرته على تحقيق الذات. هنلاقي بقى ان التسويق فيه مدرستين مهمتين او اساسيتين. المدرستين دول، في مدرسة قديمة دي قايمة على فلسفة معينة، وفي مدرسة جديدة قايمة على فلسفة اخرى. طيب ايه الفلسفة اللي قايمة عليها المدرسة القديمة؟ المدرسة القديمة قايمة على فلسفة إن الطلب بيخلق العرض، بمعنى إن صاحب المشروع أو رائد الأعمال يبدأ يبحث عن رغبات العملاء ويعرف هم محتاجين إيه الفترة الجاية، ولمدة مثلا 5 سنين المفروض محتاجين إيه، أو إيه رغباتهم أو إيه طلباتهم، ويبدأ إن هو يشتغل على هذه الرغبات والطلبات، تمام؟ بإن هو يخلق منتج جديد أو خدمة جديدة لإشباع هذه الحاجات. لكن هذه النظرية القديمة لا تصلح في مجال ريادة الأعمال، لأنها معتمدة فقط على أني بشوف احتياجات العملاء وببدأ أشتغل عليها. يعني الطلب هو اللي بيخلق الإيه؟ العرض عندي في المدرسة دي. طيب المدرسة التانية، المدرسة التانية قايمة على فلسفة مختلفة، أن العرض بيخلق الطلب. أنا أقدم المنتج بتاعي وأنا عارف أن المنتج ده جديد ومبتكر وهيعود بالنفع على الناس، وواثق ان هيبقى عليه طلب، وبالتالي ما بيهمنيش قوي حته ان انا ابحث في رغبات العملاء الاول وبعدين اوفر ليهم المنتج اللي هم محتاجينه. لا، انا بوفر المنتج اللي انا شايف ان هو هيشبع حاجات الناس، وان هو هيبقى ليه فايده وعائد جيد على الناس، ببدا اقدمه في السوق بتاعي ومتاكد ان هيبقى عليه طلب. من رواد الأعمال اللي هم بيؤمنوا بالفكرة دي، فكرة إن العرض بيخلق الطلب، جدول
جودوين ليه مقولة شهيرة جدا، وهي لا تبحث عن عملاء لمنتجاتك، ما تدورش على عملاء للمنتج بتاعك، لا ابحث عن منتجات لعملائك. انت بس دور على منتجات ويعرضها في السوق، هتلاقي العملاء جايين عليها، لان هتعود عليهم بالايه، بالنفع. زي ما قلنا مثال لده الموبايل او المحمول. هل الموبايل والمحمول كان عليه طلب؟ هل كان معروف اصلا بالنسبة للناس؟ ما كانش معروف، لكن بمجرد عرضه في السوق اصبح عليه طلب، واصبح الموبايل دلوقتي مع كل الناس وكل الفئات العمرية، من اطفال، من شباب، من كبار السن. فهنا المدرسة الجديدة بتؤمن بفلسفة ان العرض هو اللي هيخلق الايه، الطلب. دول المدرستين اللي هما في عملية التسوق او التسويق، اما ان الطلب هو اللي بيخلق العرض او العرض هو اللي بيخلق الطلب. وطبعا حتة المدرسة التانية اللي هي بتؤمن بان العرض هو اللي بيخلق الطلب، دي طبعا الاميل لمجال ريادة الاعمال، لان زي ما اتكلمنا في تعريف الريادة قلنا ان انا بقدم منتج جديد ومبتكر، او خدمة جديدة ومبتكرة محدش سبقني فيها قبل كده، او ممكن تبقى خدمة موجودة قبل كده بس انا طورتها بطريقة ابداعية. فدي المدرسة التانية هي المدرسة المناسبة لمجال ريادة الاعمال. دي بقى الفلسفة بقى الأساسية اللي قايمة عليها فكرة التسويق، هي الفلسفة أو الميزة التنافسية للمنتج أو المشروع بتاعي، لأن المنتج المميز والمبتكر هو اللي بيسهل وييسر حياة الناس، وأكيد لازم هيبقى عليه طلب من العملاء، وبالتالي هيعود على صاحب المشروع بالربح اللي هو هيرضيه. في بقى مجموعة من المفاهيم المتعلقة بالسوق أو التسويق، ولابد على صاحب المشروع أو رائد الأعمال أن يكون على علم بيها. إيه هي المفاهيم دي؟ عندنا ما التسوق؟ إيه هو التسوق أصلا؟ إيه هي عملية التسوق؟ من هو السوق أو ما هو السوق؟ مين هو العميل وإيه أهميته بالنسبة للمشروع بتاعي؟ إيه هي أهمية أو ما أهمية تبني المفهوم التسويقي داخل المشروع الصغير؟ هنبدأ نتكلم عن كل مفهوم من المفاهيم دي، هنعرفه عبارة عن ايه وايه اهميته بالنسبة للمشروع الريادي. بالنسبة للتسويق، هنلاقي التسويق هو عبارة عن البدء بتحديد احتياجات العملاء ورغباتهم، وتطوير السلع والخدمات التي تشبع هذه الاحتياجات، ثم توزيع وتوصيل السلع والخدمات للعملاء. طيب انا عرفت هما محتاجين ايه وبدات ان انا اوفره ليهم، تمام. هبدا بقى في سؤالهم عن مدى رضاهم عن المنتج ده. طب ليه انا برجع اسالهم على مدى رضاهم عن المنتج بتاعي؟ عشان ابدا اعمل عمليه الابديت، اعمل عمليه التعديل والتطوير في المنتج بتاعي بناء على اراء ورغبات العملاء، مدى رضاهم عن المنتج ده. طب ايه العيوب اللي شايفينها فيها؟ طب ايه المميزات اللي شايفينها فيها؟ تمام. وابدأ بعد كده في مرحلة تانية ان انا ابدأ اطور واعدل في المنتج بتاعي بناء على ارائهم. وبالتالي عملية التسويق هي فلسفة وليس مجرد وظيفة او مفهوم، هي فلسفة بتقود المشروع كله لاشباع رغبات العملاء، وبالتالي تحقيق الربح لصاحب المشروع. اذا نقدر نقول ان عملية التسويق هي عملية او علاقة ابدية ومستمرة بين طرفين مهمين جدا، هم صاحب المشروع والمستهلك او العميل. فدايما عملية التسويق هي العلاقة دي ما بين صاحب المشروع وبين العميل. هنلاقي بقى ان مفهوم التسويق بيتمحور حوالين طبعا ارضاء حاجات العملاء، هو هدفه الاول والاخير هو يرضي العميل، تمام، من خلال بقى مفهوم تاني مهم وهو المزيج التسويقي المتكامل. يعني ايه مزيج تسويقي متكامل؟ المزيج التسويقي المتكامل هو عبارة عن مجموعة من العوامل والمتغيرات التي يستطيع المشروع الصغير التحكم فيها لإشباع السوق المستهدف. طب ايه العوامل والمتغيرات اللي يقدر صاحب المشروع ان هو يتحكم فيها عشان يشبع السوق بتاعه؟ هنلاقي
إن المزيج التسويقي بيتكون من 4 عناصر مهمة، وهي دي العوامل والمتغيرات اللي بيتكلم عنها المفهوم. الـ4 عناصر دول بيبدأوا بحرف البي، علشان كده بنسميهم الفور بي. طيب ايه هم الفور بي؟ عندي المنتج، عندي المكان او التوزيع، عندي الترويج والاعلان، عندي التسعير. اول عندي المنتج، هنلاقيه ان هو اول واهم مكون من مكونات المزيج التسويقي، لان من خلاله بقدر اشبه حاجات العملاء، وبالتالي بحقق لهم حياة أفضل وبحسن حياتهم من خلال المنتج بتاعي. وهنلاقي إن في شركات كتير جدا يعني شعارها هو تركيز على جودة المنتج بتاعها. في خطة الأعمال دي هتلاقوها في الفصل الخامس للاطلاع، بس فيها حوالي 10 بنود مهمين جدا لابد من استيفائهم في خطة الأعمال، وهنعرف أهمية خطة الأعمال لما نيجي نتكلم عن الجوانب المالية، وليه مهم على صاحب المشروع ان هو يعمل خطة اعمال للمشروع بتاعه في البداية. هنعرف اهميتها لما نيجي نتكلم عن الجوانب المالية للمشروع. لكن النقطة اللي تهمني في خطة الاعمال في جزئية المنتج، في بند مهم في الخطة هو الرؤية والرسالة، رؤية ورسالة المشروع. هنلاقي ان الرسالة فيها 3 جوانب مهمة جدا. أول جانب أو أول مكون الاسم، اسم المشروع بتاعي. تاني مكون الشعار. رابع مكون الرسالة، أو تالت مكون الرسالة المكتوبة. بالنسبة للاسم، لما أجي أعمل اسم المشروع بتاعي لابد إن أختاره بشكل دقيق جدا. ليه أختاره بشكل دقيق؟ لأنه هو اللي هيبقى مستمر مع المشروع مدى الحياة، هيبقى ملازم للمشروع بتاعي مدى الحياة زي أسماءنا بالظبط. فلازم أختار اسم للمشروع يكون دقيق وجيد. تاني حاجة إن هو يعكس النشاط اللي أنا شغالة فيه. مثلا شركة المقاولون العرب، أول ما هسمع الاسم ده أنا هعرف هما شغالين في إيه، في مجال المقاولات. طيب شركة اتش بي، أول ما هسمع الاسم ده أنا هعرف إن هما شغالين في مجال البرمجيات، في مجال الإلكترونيات. تمام. طيب ده بالنسبة للاسم. بالنسبة للرسالة، الرسالة أنا بقول أنا عايزة إيه المنفعة أو القيمة اللي أنا عايزة أحققها للعملاء بتوعي. فهنا مثلا شركة زي شركة دي بونت العالمية، دي شركة كيميائية أمريكية، شعارها إيه؟ نحن نخلق منتجات جديدة. الشعار مركز على المنتج، تمام؟ لتحقيق حياة أفضل لعملائنا من خلال الكيمياء. شركة تانية زي شركة بروكتر وجامبل، الشركة دي برضو ركزت في الشعار بتاعها على المنتج، إننا سنقدم منتجات متطورة لتحسين حياة مستهلكين حول العالم. دي برضو شركة شغالة في المواد الاستهلاكية من شامبوهات صابونات إلى آخره، فبرضو التركيز على مدى جودة المنتج بتاعها. إذن المنتج مكون مهم جدا من مكونات المزيج التسويقي اللي لابد من التركيز عليه وتحقيق الجودة ليه، لأن من خلاله هيتم تقديم منفعة وقيمة للعميل، وبالتالي الإقبال على شرائه، وبالتالي تحقيق الربح المطلوب. مكون عندنا من مكونات المزيج التسويقي اللي هو المكان أو التوزيع. المكان معناه ايه؟ ايه هي القنوات او ايه هي الاماكن او ايه هي المسارات اللي من خلالها هقدر اقدم المنتج بتاعي او الخدمة بتاعتي للعميل، هوصل خدمتي ازاي للعميل. فعندنا على الاقل 3 اشكال من المسارات او الطرق او الاماكن اللي نقدر نوصل من خلالها المنتج بتاعنا للعميل. أول مسار عندي أو أول شكل من الأشكال اللي أقدر أوصل من خلالها المنتج للعميل هو الاتصال المباشر ما بيني وبين العميل، إن أنا اللي أقدم الخدمة بتاعتي مباشرة للعميل، من خلال مثلا هو يجي إن أنا أوصلها له للبيت، أو إن هو مثلا يجي يشتريها مني في من المصنع بتاعي أو الشركة بتاعتي أيا كان. فهنا أول وسيلة عندي الاتصال المباشر بالمستهلك.
طيب تاني وسيلة إن صاحب المشروع يبيع المنتج لتاجر تجزئة، ومن تاجر التجزئة للعميل. تمام، يبقى ده تاني طريقة أقدر أوصل من خلالها للعميل، إن أنا أبيع كصاحب مشروع المنتج بتاعي لتاجر تجزئة، وتاجر تجزئة يقوم ببيعها للعميل. طيب تالت مسار، إن صاحب المشروع يبيع المنتج بتاعه أو الخدمة بتاعته لتاجر جملة، وتاجر الجملة يبيعها لتاجر تجزئة، ومن تاجر التجزئة للعميل. فدي طريقة التوزيع، أو دي الطرق اللي من خلالها أقدر أوزع المنتج بتاعي. تالت مكون عندي من مكونات المزيج التسويقي المتكامل الترويج. هنلاقي إن الترويج هو عبارة عن مجموعة من الأنشطة التي يقوم بها صاحب المشروع الريادي للترويج والإعلان عن المنتج بتاعه. أنا يعني هبين المنتج بتاعي ده ازاي للناس، هعرف الناس ازاي بالمنتج بتاعي من خلال طبعا الاعلانات. الاعلانات هل هعمل مثلا لافتات واعلقها على الحوائط، ولا مثلا هعمل اعلان في التلفزيون، ولا هعمل اعلان مثلا في المجلات والجرائد، ولا هستخدم وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي طبعا الطرق الاكثر حداثة دلوقتي والاسرع وصولا للعميل، اني اقدر اعرض المنتج بتاعي مثلا، على اعمل اعلان على الفيسبوك، اقدر اعمل اعلان على اليوتيوب، اقدر اعمل اعلان مثلا على الواتساب. فبختار اي وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي، او بعرض على جميع وسائل التواصل الاجتماعي المنتج بتاعي وبعلن عنه. رابع بقى مكون من مكونات المزيج التسويقي المتكامل، التسعيره. ببدا احط تسعيره للمنتج بتاعي ازاي؟ الاول انا بحسب كل التكاليف اللي انا اتكلفتها من اول ما بدات في تصنيع المنتج بتاعي او في انتاج المنتج بتاعي، لغايه ما وصلت ل بقى منتج قدامي، او لغايه ما وصل لي النور. بمعنى ان انا ببدا احسب التكلفه بتاعتي من الالف للياء، من اول ما بدات فيه لحد ما انتهيت منه وبدا يظهر للناس. طيب التكلفة هتبقى ازاي؟ انا بحسب المواد الخام بتاعتي، بحسب الالات والادوات اللي انا بستخدمها، بحسب مثلا الايجار اللي انا بدفعه، بدخل مثلا الكهرباء، المية، الغاز اللي انا استهلكته في عملية الانتاج. بعد ما بحسب كل التكاليف دي ببدأ احط بقى هامش ربح ليا، يعني التكاليف اللي انا كلفتها زائد هامش الربح، وابدأ احط تسعيرة للمنتج بتاعي. طبعا في عملية الترويج والتسعيرة انا ممكن في بداية طبعا المشروع ممكن يبقى فيه عروض على المنتج بتاعي عشان الناس تقبل على شرائه في البداية، زي مثلا لو تم شراء قطعتين مثلا من المنتج ده هيتم اخذ قطع اخرى هدية مثلا، يعني دي وسيلة من العرض، او مثلا تبقى الهدية من منتج اخر وهكذا. فده المزيج التسويق المتكامل اللي هم اربع مكونات: المنتج، وعملية التوزيع، وعملية الترويج، والان والتسعيرة. بعد كده هنعرف ما هو السوق. احنا كده اتكلمنا عن عملية التسويق ككل، هنبدأ بقى نعرف ما السوق. السوق هو مجموعة المستهلكين او العملاء الذين يشترون منتجات المشروع، ويحتاج صاحب المشروع الريادي الصغير إلى التعرف على هذا السوق وحجمه والقوة الشرائية للعملاء بتوعه. يبقى السوق هو مجموعة العملاء أو المستهلكين اللي بيشتروا المنتج بتاعه، وبالتالي لابد عشان أعرف المستهلكين بتوعي لابد إن أنا أعمل خطة تسويقية جيدة. الخطة التسويقية هتتضمن إيه؟ المنتج بتاعي، هتتضمن السعر بتاع المنتج، هتتضمن طريقة الاتصال، ازاي هوصل للسوق او هوصل ازاي للعملاء زي ما اتكلمنا في المزيج التسويقي، وايضا هتتضمن الاعلان عن المنتج واسلوب بيعه، وايضا كيف سيتصرف العملاء اتجاه هذا المنتج والمنافسون. برضو لابد من تضمينهم في الخطة التسويقية، ان انا ادرس المنافسين ليا واعرف هم مميزين عني في ايه، وابدأ اتميز ايضا
عنهم في نقاط معينة بحيث يبقى للمنتج بتاعي قوة تنافسية زي ما اتكلمنا قبل كده. وبعد كده في الخطة التسويقية أنا كده بدرس السوق ككل، أنا عرفت إزاي المنتج بتاعي هقدمه، عرفت إزاي هعلن عنه، إزاي هسعره، إزاي هوصله للعميل بتاعي، مين هم المنافسين ليا، وبالتالي هدرس السوق ككل. طيب عندنا مفهوم آخر مهم جدا أو شخصية أخرى ليها دور مهم جدا في المشروع بتاعي، وهي العميل. من هو العميل؟ العميل هو اللي بيدفع المرتبات بتاعتنا، بيدفع مرتبات صاحب المشروع، بيدفع مرتبات الموظفين، تمام؟ إحنا اللي بنعتمد عليه، مش هو اللي بيعتمد علينا، إحنا اللي معتمدين عليه، وهو الهدف الأول والأخير للمشروع. زي ما قلنا في بداية المشروع، أنا بشوف العملاء بتوعي محتاجين إيه، فده هدفي، ونهاية المشروع أنا بقدم لهم المنتج، فهو الهدف الأول والأخير للمشروع. هو طبعاً اللي بيقدم لنا خدمة لما بيجي ويطلب المنتج بتاعنا أو الخدمة بتاعتنا، هو الشخص الذي لا يجب أن نجادله أو نحاوره، إحنا بس بنقدم له المنتج ونعرف مدى رضاه عن المنتج بتاعنا، ونبدأ نعدل في المنتج بناء على آرائهم في المنتج، وبالتالي هو شخص يستحق كل لطف واحترام في المعاملة. إذن العميل هو أهم شخص في المشروع، وزي ما قلنا هو الهدف الأول والأخير من المشروع. ليه هو الهدف الأول والأخير وليه هو أهم شخص في المشروع؟ لأن زي ما قلنا هو بيحصل على منفعة إحنا بنقدمها له من خلال المنتج بتاعنا أو الخدمة بتاعتنا، وفي مقابل إن هو بيدفع تكلفة هذه الخدمة، وبناء عليه بيتم دفع مرتبات الموظفين، بيتم شراء الآلات والأدوات المطلوبة، شراء الخامات، شراء المواد الخام، كل حاجة خاصة بالمشروع. إذن فهي عملية زي عملية المقايضة كده، هو بيقدم، إحنا بنقدم له منفعة، هو بيقدم تكلفة. رابع نقطة بقى في عملية التسويق أو الخطة التسويقية، أهمية تبني صاحب المشروع للمفهوم التسويقي. ليه مهم لصاحب المشروع إن هو يتفادى مفهوم التسويق، إن هو يتبنى مفهوم التسويقي أو المزيج التسويقي المتكامل؟ طبعا مهم لصاحب المشروع إن هو يتبنى المفهوم التسويقي المتكامل كفلسفة ليه هو وللموظفين بتوعه وللمشروع، لأن لو هو تبنى الفلسفة دي هيبدأ إن هو يتوجه بحاجات العملاء وهيبدأ يشتغل عليها ويحاول يشبعها، هتبدأ كل الجهود بقى تتضافر من موظفين، كل العاملين في المشروع هيبدأوا يتضافروا من أجل إشباع هذه الاحتياجات أو هذه الرغبات للعملاء، وبالتالي بناء على معرفة حاجات العملاء ومحاولة إشباع هذه الحاجات من خلال الجهود المبذولة هنبدأ نحقق الربح المناسب. فمهم جدا حتى تبني فلسفة المفهوم التسويقي المتكامل سواء لصاحب المشروع أو للعاملين فيه وللمشروع كله، لأن زي ما قلنا هنبدأ نعرف إيه هي رغبات العملاء ونبدأ نشتغل عليها، وبالتالي هنحقق الربح المطلوب. ده بالنسبة للتسويق، يبقى عرفنا إيه هي عملية التسويق وإيه الفلسفة بتاعتها، واتكلمنا أيضا عن ما السوق، وعرفنا مين هو العميل وإيه أهميته بالنسبة للمشروع بتاعي، وعرفنا مفهوم المزيج التسويقي المتكامل وليه مهم لصاحب المشروع وجميع الموظفين إن هم يتبنوا هذا المفهوم، لأن من خلال تبني هذا المفهوم زي ما قلنا هنبدأ نحقق الربح المرضي لصاحب المشروع. هنبدأ بقى ندخل في جانب مهم جدا من الجوانب اللي يجب ان احنا ناخدها في اعتبارنا واحنا بنأسس المشروع بتاعنا، وهو الإدارة المالية للمشروع الريادي. خلاص بعد ما تأكدنا من وجود فرصة وسوق للمنتج بتاعنا، بنبدأ بقى ندخل في الخطوة التانية وهي الاحتياجات المالية للمشروع.
من أين سنأتي بها؟ إحنا هنجيب منين الأموال ورأس المال اللي هيمول لنا المشروع بتاعنا؟ وليه مهم على رائد الأعمال أو صاحب المشروع إن يكون عنده معرفة مالية ومحاسبية، ويعرف إيه هي القوائم المالية المطلوب إعدادها والاحتفاظ بها في المشروع بتاعه؟ فهنبدأ نتكلم عن النقاط دي في الجوانب المالية أو الإدارة المالية للمشروع. أول حاجة أهمية المعرفة المحاسبية والمالية لرائد الأعمال. من المهم لرائد الأعمال إن هو يكون عنده علم أو معرفة ببعض المصطلحات المالية والمحاسبية. ليه؟ هنلاقي طبعا العملية دي في البداية هي عملية إجبارية على صاحب المشروع أو رائد الأعمال، عملية إجبارية إن هو يكون على علم ومعرفة ببعض المصطلحات المالية والمحاسبية، وليست عملية اختيارية بالنسبة له، حتى لو ما كانش هو اللي هيقوم بإعداد القوائم المالية بنفسه. يعني أنت مش هتشتغل في الجانب ده، مش هتشتغل في الجزء الخاص بالمحاسبة ولا الجوانب المالية للمشروع بتاعك، بس يبقى عندك بعض المصطلحات أو المعارف الخاصة بالمحاسبة. ليه؟ لأن لو جه مثلا الناس اللي أنت مستعين بيهم المتخصصين في مجال المحاسبة يتكلموا قدامك عن الجوانب المالية للمشروع بتاعك، تبقى فاهم هما بيتكلموا في ايه، وتبقى فاهم هل كلامهم ده في اتجاه ان مشروعك ماشي في المسار الصح والمسار اللي هيحقق لك الربح، ولا ماشي في الاتجاه التاني اللي هو هيخسرك وتبدأ تخسر المشروع بتاعك. فهنا مهم واجباري على رائد الاعمال ان هو يكون على معرفة ببعض المصطلحات المالية والمحاسبية، حتى لو مش هيقوم بيها زي ما قلنا، لكن يكون فاهم اللي بيتقال قدامه من الناس المتخصصة في المجال ده، ويعرف ويطمن على مشروعه هو ماشي في المسار الصح ولا لا. طيب تاني نقطة عندنا في الجوانب المالية، الاحتياجات المالية للمشروع. أنا محتاجة رأس المال في إيه؟ أنا عندي جانبين محتاجة فيهم رأس المال. أول جانب أنا محتاجة رأس المال لتشغيل المشروع، محتاجة رأس المال عشان أخرج التصاريح بتاعتي، ان انا اعمل مثلا بطاقه ضريبيه، اعمل مثلا لو انا هشتغل في الاستيراد والتصدير البطاقات الخاصه بالاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي الى اخره، فانا محتاجه مصاريف في ده، محتاجه مصاريف برضو للاتعاب الخاصه بالجوانب القانونيه والمحاسبيه، محتاجه مصاريف للايجار، محتاجه مصاريف لعمليه التامين على الموظفين، محتاجه مصاريف عشان ادفع مرتبات الموظفين بتوعي، محتاجه مصاريف لعمليه الصيانه الخاصه بالادوات والالات بتاعتي. فهنا ده الجزء الاول اللي انا محتاجه من فيه المصاريف او الاموال، وده بنسميه الاصول المتداوله، اللي هي الحاجات اللي هي بتبقى محتاجه على طول ان هي تتغير باستمرار، او محتاج او بتتم دفعها بشكل دوري، بعكس طبعا الأصول اللي هي الثابتة. الأصول الثابتة اللي أنا بشتريها مرة واحدة بس وخلاص، فأنا مش محتاجة ليها أموال تاني، أنا محتاجة أشتريها مرة واحدة. زي مثلا المكان اللي أنا هأسس عليه المشروع بتاعي، مثلا هشتري حتة أرض معينة، فخلاص أنا دفعت الفلوس دي مرة وخلاص، دي اسمها أصول ثابتة. أو مثلا الشقة اللي أنا مثلا هعمل فيها المشروع، لو المشروع بتاعي محتاج بس شقة مش محتاج قطعة أرض كبيرة، الآلات والمعدات والأساس والسيارات اللي أنا محتاجاها في المشروع بتاعي، دي أصول ثابتة. أما الأصول المتداولة قلنا اللي هي بتبقى محتاجة تغيير ومحتاجة مصاريف بشكل دوري، زي دفع مثلا مرتبات، زي التصاريح واستخراج الأوراق المطلوبة للمشروع. طيب عندي بعد كده مصادر التمويل المتاحة لصاحب المشروع، منين بقى هنجيب الأموال اللازمة للمشروع؟ في مصدرين عشان يحصل رائد الأعمال على الأموال. المصدر الأولاني الأموال المملوكة لصاحب المشروع، يكون هو صاحب رأس المال، يعني هو صاحب الفكرة وصاحب المشروع، وبرضه هو اللي هيمول المشروع، فدي الجانب ده ما فيهوش اي مشاكل، تمام. طيب المصدر الثاني اللي اقدر احصل من خلاله على الاموال او تمويل للمشروع بتاعي المديونيه. المديونيه معناها الاقتراض
من مصادر خارجية زي البنوك مثلا، تمام. وفي طبعا اقتراض طويل الأجل وفي اقتراض قصير الأجل. طويل الأجل بيتم تسديده على فترة زمنية طويلة، أما قصير الأجل بيسجل في أو بيتم تسديده في فترة زمنية قصيرة. أو إن مثلا نقترض من الموردين، يبدأ صاحب المشروع ياخد مبلغه من الناس اللي هم هيورد لهم المنتج بتاعه قبل ما يقدم لهم المنتج، تمام. أو إن يبقى فيه صديق عنده رأس المال اللي يقدر يمول لك المشروع وتبدأ ان انت تدخله معاك في المشروع بتاعك برأس المال. طيب امتى البنك هيرضى يديني قرض، او امتى الموردين هيرضوا يدوني فلوس قبل ما اقدم لهم المنتج بتاعي، وامتى صديقي او الصديق هيبدأ يقدم رأس المال بتاعه ويدخل برأس المال بتاعه في المشروع؟ في حالة واحدة بس، إنك تكون مقدم لهم خطة أعمال جيدة للمشروع. لأن لو أنت قبل ما تروح تقترب من البنك بيقول لك فين خطة الأعمال بتاعتك، فبتبدأ تقدم لهم خطة الأعمال، بيبدأوا طبعا يعرضوها على ناس متخصصة، وبناء على النتائج اللي هيقولوها الناس المتخصصة دي هل المشروع هيبقى مربح ولا هيخسر. لو المشروع مربح هيبدأ البنك ان هو يديلك القرض اللي انت طالبه، لان هيبقى عارف ان المشروع هينجح وهتبدأ ان انت تسدد القروض دي. لكن لو المشروع او خطة الاعمال بتاعتك ما اثبتتش ان المشروع بتاعك هيبقى مربح، في الحالة دي البنك عمره ما هيرضى يديك قرض. فلابد عشان تحصل على قرض من بنك او تمويل من الموردين بتوعك او مثلا رأس مال من صديق، لابد ان انت تعمل خطة اعمال جيدة للمشروع بتاعك، وخطة الاعمال دي يكون واضح فيها بالفعل مدى نجاح المشروع بتاعك، وبناء عليها تقدر تحصل على القرض سواء من البنك او الموردين. دول المصدرين اللي نقدر نحصل من خلالهم على اموال، اما الاموال تبقى مملوكة ليك كصاحب مشروع او انك تقترضها. وقلنا عشان نقترض لابد من تقديم خطة أعمال ناجحة للمشروع. بعد كده عندي رابع نقطة في الجوانب المالية للمشروع، القوائم المالية الواجب إعدادها في المشروع. هنلاقي إن الميزانية العمومية وقائمة الدخل من أهم القوائم المالية التي يحتاج رائد الأعمال أن يكون على معرفة بها، وإما إن هو يقوم بإعدادها بنفسه أو إن هو يستعين بناس متخصصة في المحاسبة للقيام بإعدادها. طيب إيه هي الميزانية العمومية وإيه هي قائمة الدخل؟ أول حاجة العمومية بتنقسم لقسمين مهمين جدا، قسم خاص بالأصول والقسم الثاني خاص بالخصوم والالتزامات على صاحب المشروع. الأصول بتنقسم لقسمين، أصول ملموسة وأصول غير ملموسة. إيه هي الأصول غير الملموسة؟ رأس المال اللي عندك ده أصول ملموسة، البضاعة اللي عندك، الآلات والمباني والأدوات اللي عندك دي كلها أصول ملموسة. طيب الأصول غير الملموسة، براءات الاختراع، حقوق الملكية الفكرية، دي أصول غير ملموسة. طيب في مقابل الأصول عندي خصوم والتزامات، بتبقى هي عبارة عن الديون المستحقة على صاحب المشروع سواء بقى لبنك أو موردين، زي ما اتكلمنا في النقطة السابقة إن ممكن لو أنا مع كصاحب مشروع ما عنديش رأس المال اللي أمول بيه المشروع بتاعي، إن أنا ألجأ إن أنا أستدين أو أخد قرض من البنك أو الموردين، فدي اسمها خصوم. الديون اللي عليا سواء للبنك أو الموردين، وطبعا دي حتة الموردين البنك عارفين ان احنا بنقدم الخطة خطة اعمال وبيبدأ يديني القرض. طب الموردين برضو بيبقوا متقدم لهم خطة الاعمال وبيشتروا البضاعة مني، بيدفعوا حق البضاعة قبل ما انا اقدمها لهم، تمام. هنلاقي ان الخصوم برضو تنقسم لقسمين، في خصوم قصيرة الاجل دي بتسدد خلال سنة، يعني انت مثلا واخد قرض بس المفروض خلال سنة تسدده، وفي خصوم طويلة أجل
بتسدد على فترة زمنية طويلة نسبيا، مثلا خلال 5 سنين أو خلال 7 سنين تكون مسدد الخصوم دي. طيب إيه هو حق الملكية؟ حق الملكية هو الفرق ما بين الأصول والخصوم. هنلاقي طبعا لو أنت في الميزانية العمومية كانت الأصول بتاعتك أعلى من الخصوم، في الحالة دي مشروعك أو الجوانب المالية للمشروع بتاعك هي مطمنة إن الجانب المالي كويس، الخاص بالمشروع بتاعك كويس. طب لو كانت الالتزامات هي الأكتر، في الحالة ده بيبقى مؤشر طبعا خطر على المشروع بتاعك، لأن كلما زادت الالتزامات والخصوم عليك في مقابل الأصول كلما بدأ يتناقص حق الملكية بتاعتك في المشروع، وممكن يوصل لأن أنت تفقد حق الملكية أصلا في المشروع لو زادت عندك الخصوم والالتزامات. عشان كده سميت بميزانية، لابد من عمل توازن ما بين الأصول والخصومات، لأن لو زادت الخصومات بتاعتك عن الأصول في الحالة دي مشروعك هيبقى في الاتجاه الخطر. عشان كده سميناها ميزانية، لأن لابد من عمل موازنة ما بين الأصول والخصوم وقائمة الدخل. بالنسبة للقائمة المالية الأخرى، الواجب على رائد الأعمال إن يكون على علم بيها، ولو يقدر إن هو يعملها بإيديه يعملها، هي قائمة الدخل. قائمة الدخل بتتكون من 3 مكونات مهمة: الإيرادات، المصروفات، صافي الربح. إيه هي الإيرادات؟ الإيرادات هي ما يحصل عليه صاحب المشروع من بيع منتجاته وخدماته، سواء قبض الفلوس دي أو لم يقبضها، دي إيرادات بالنسبة له. طيب إيه هي المصروفات؟ ما ينفقه صاحب المشروع لتحقيق الإيرادات، الصدقة، سواء برضو دفعت أو لم تدفع، سواء دفع أو لم يدفع. وتتكون بقى من تكلفة البضاعة المباعة، تكاليف التشغيل، مصاريف التمويل، كل فلوس بيصرفها صاحب المشروع في سبيل ظهور المنتج بتاعه أو الخدمة بتاعته، دي كلها اسمها مصروفات. طيب ايه صافي الربح؟ صافي الربح هو الفرق ما بين الإيرادات والمصروفات. برضو هنا زي نفس الشيء في قائمة الميزانية العمومية، عندنا الإيرادات والمصروفات. لو كانت الإيرادات بتاعتك عالية بالمقارنة بالمصروفات، ده مؤشر إن الوضع المالي بتاعك جيد. طيب لو كانت المصروفات هي اللي عالية والإيرادات هي المنخفضة، ده مؤشر إن على ضعف الموقف المالي بتاع المشروع بتاعك، وبالتالي احتمال تبقى فيه خسائر. فدول القائمتين الواجب على الأعمال إن هو يكون على علم بيهم، سواء الميزانية العمومية أو قائمة الدخل. بكده نكون نهينا الوضع المالي أو الخطة المالية للمشروع، اتكلمنا فيها عن ما يجب أن يعرفه صاحب المشروع عن الجوانب المالية، وقلنا أهمية المعرفة المحاسبية والمالية لصاحب المشروع. من المهم أن يبقى عنده بعض المعلومات الخاصة بالجوانب المالية والمحاسبية، لمجرد بس يبقى فاهم الناس المتخصصة اللي هو استعان بيهم اللي هم يعملوا له الشغل ده، يبقى فاهم هم بيقولوا ايه، ويفاهم الوضع المالي بتاع المشروع بتاعه في اي اتجاه بالظبط. تمام، عرفنا ايضا من اين نحصل على مصادر التمويل. قلنا في مصدرين، ان انت تبقى صاحب المشروع وصاحب رأس المال، او انك تستدين او تقترض من البنك او من الموردين، او ان يكون ليك صديق مثلا يمول لك المشروع. بس دول لازم نقدم لهم خطة أعمال للمشروع بتاعك، وتثبت إن المشروع بتاعك في اتجاه إن هو يبقى مشروع ناجح ومربح. أيضا عرفنا القوائم المالية الواجب إعدادها، اللي هي الميزانية العمومية وقائمة الدخل. هنبدأ بقى في آخر نقطة في الفصل بتاعنا، وهي إدارة عملية التحول من دور رائد أعمال إلى مدير محترف. دي اتكلمنا عنها في بداية الفصل، قلنا أنت دورك في البداية في بداية المشروع بيركز أكتر على عملية الابتكار، على عملية الإبداع، على تحمل المخاطر، ودي مهارات طبعا مهمة وأساسية في شخصية رائد الأعمال. تمام، لكن كل ما المشروع هيبدأ يكبر معاك وينمو ويبدأ أن هو يتوسع معاك ويبقى عندك عدد كبير جدا من الموظفين، فبتحتاج بقى لمهارات أخرى
خاصة بعملية الإدارة، من تخطيط، من تنظيم، من توجيه ورقابة. وبالتالي أنت كصاحب مشروع أو صاحب فكرة، لو عندك المهارات اللي تؤهلك لعملية الإدارة، it's okay تكمل في المشروع بتاعك، تبقى أنت صاحب الفكرة وصاحب المشروع وأنت المدير. زي مثلا لو أنتوا فاكرين لما اتكلمنا عن نجيب ساويرس، قلنا إن هو بعد ما خلص دراسته في سويسرا، والده قال له ما ترجعش، لا ادرس كمان، خد ماجستير في الإدارة. تمام؟ ليه؟ عشان يبقى هو صاحب الشغل بتاعه وهو كمان المدير، ما يستعينش بناس تدير له المشروع. فلو انت هتقوم بالدورين تمام، لكن لو انت بقى ما عندكش القدرات والمهارات اللي تؤهلك لعملية الإدارة، لابد ان يكون عندك قدر من المرونة العقلية اللي يؤهلك انك تفوض بقى بعض السلطات وتستعين بناس متخصصة تدير لك المشروع. فده بيعتمد على مدى المرونة العقلية الموجودة عندك، وبرضو على قدرتك على تحديد إمكانياتك، هل أنت تقدر تقوم بالدورين ولا هتقدر تقوم بدور واحد بس وتبدأ تستعين بناس متخصصة في الدور التاني الخاص بالإدارة، زي ما عمل بيل جيتس لما اتكلمنا عن بيل جيتس. طيب هنلاقي بقى إن عملية التحول من دور رائد أعمال إلى دور المدير المحترف دي عملية مش سهلة. هي تبان إن هي سهلة، بس في الحقيقة هي مش سهلة، بالعكس هي صعبة جدا. انت دورك بيبقى فني وانت اللي بتقوم بكل حاجة بإيديك، فصعب بقى انك تتحول لجنرال. يعني انت خلاص، انت مش عايز، انت عايز بقى انت تسيب الشغل لناس تانية وتفوض سلطاتك لناس تانية، وانت يبقى دورك مختص بالجوانب الاستراتيجية. زي بالظبط لما بنيجي نقول لواحد شخص كان شغال مثلا في المطبخ وكل شغله في عملية إعداد الطعام والطبخ إلى آخره، ونبدأ ناخده من المطبخ نخليه إن هو يدير المطعم. في الحالة دي طبعا محتاجة منه مهارات وقدرات مختلفة عن المهارات اللي كان بيستخدمها قبل كده. نفس الشيء مثلا لما نيجي نخرج ميكانيكي من تحت السيارة ونقول له يلا دير أنت الورشة، فالأمور دي بعد ما كنت بتركز على النواحي الفنية أصبح هناك عوامل أخرى ومجالات أخرى لابد إنك تركز فيها خاصة بالعمليات الإدارية. طبعا اتكلمنا برضو وقلنا إن حتة التفويض دي مش في كل الحاجات، يعني أنت كصاحب مشروع ورائد أعمال مش هينفع تفوض في حاجات معينة وممكن تفوض في حاجات أخرى. يعني مثلا الجوانب الفكرية أنت مش هتقدر تفوض فيها، لأن ده مشروعك أنت وأنت اللي شغال عليه وأنت اللي عايز تطوره ودايما عينك على المستقبل. لكن تقدر مثلا تفوض في النواحي الفنية. تمام؟ فمش كل المجالات تقدر انك كصاحب مشروع او رائد اعمال تفوض فيها، في مجالات تقدر تفوض فيها واخرى لا. بكده نكون هنا الفصل السابع. هنلاقي في نهاية الفصل السابع المقياس اللي كنا طبقناه قبل كده في الفصل الثاني. الاستبيان ده لو انتوا فاكرين معايا احنا اتكلمنا فيه ان هو البنود بتاعته بتعكس الخصائص والسمات والقدرات الواجب توفرها في شخصية رائد الأعمال. فطبقنا المقياس ده في الفصل الثاني في المحاضرة المباشرة، وقلنا إن في نهاية المقرر وفي آخر فصل في المقرر هنرجع نطبق المقياس ده تاني عشان نشوف هل حصل تغيير فينا بعد دراسة هذا المقرر ولا لا. هل في قدرات اتغيرت عندنا؟ هل في سمات اتغيرت عندنا؟ هل في خصائص اتغيرت ولا مفيش؟ فهنرجع نطبق الاختبار مرة تانية ونبدأ نصححه بأي طريقة من الطرق اللي اتكلمنا عنها، الطريقة الموجودة عندنا في الكتاب نجمع الدرجات. احنا قلنا ان كل بند بيصحح من درجة لخمس درجات، يعني ممكن ندي درجة للبند ان العبارة دي لا تنطبق، او تنطبق بدرجة بسيطة، أو تنطبق بدرجة متوسطة، تنطبق بدرجة كبيرة، تنطبق تماما. فقلنا إن كل جملة من دول بتعكس درجة معينة، يعني مثلا تنطبق بدرجة بسيطة أو لا تنطبق دي مثلا بتاخد درجة، تنطبق بدرجة بسيطة بتاخد درجتين، بدرجة متوسطة بتاخد تلاتة، بدرجة كبيرة بتاخد أربعة، بتنطبق تماما بتاخد خمسة.
فبجمع بقى الدرجات اللي أنا حصلت عليها في المقياس كله وأبدأ أقارنها بالدرجات الموجودة عندي في الكتاب، أو بالطريقة الأخرى اللي اتكلمنا عنها في المحاضرة اللي هو الشكل الانتشاري، إن أنا بعمل محور سيني ومحور صادي، بعرض على المحور السيني البنود بتاعتي لو هي مثلا من 1 لـ35 سؤال مثلا، وبعرض على المحور الصادي الدرجات بتاعتي اللي هي 1 2 إلى 5، وأبدأ أشوف أنا جايب في كل بند درجة كام. وقلنا البنود اللي هي من 5 اللي جايب عليها 5 أو 4 خلاص تمام، يبقى معناها إن القدرة اللي عندي دي أو السمة اللي عندي دي كويسة. لكن أقل من 3 بقى، 2 1 3، بنبدأ نبص في البند ده ونعرف هو بيقيس إيه، هل بيقيس مثلا تحمل الغموض، هل بيقيس حب الاستطلاع، هل بيقيس حب الإنجاز العالي، بيقيس أي سمة من السمات اللي احنا درسناها، ونبدأ ننمي نفسنا في السمات دي، إن احنا نطور نفسنا، ندرس أكتر، ناخد دورات تدريبية مثلا في مجال التواصل مع العنصر البشري لو كان مثلا السؤال اللي أنا ضعيف فيه أو جايب درجة فيها 1 أو 2 هو بيعكس التعامل أو الاتصال الفعال مع العنصر البشري. وبكده نهينا الفصل بتاعنا ونهينا المقرر اللي زي ما اتكلمنا قلنا ان هو كان عبارة عن رحلة بدأت بيه التعرف على بعض المفاهيم الأساسية، ثم الخصائص الواجب توفرها في رائد الأعمال، ثم مصادر الحصول على الفكرة الريادية، وإزاي بيتم بلورة الفكرة في رأي وفي دماغ رائد الأعمال، ثم بعد ما بيتم تأسيس المشروع بنبدأ ندخل مرحلة جديدة في الرحلة بتاعتنا وهي الإدارة الاحترافية للمشروع الريادي، ودي اتكلمنا عنها باستفاضة في آخر محاضرتين اللي هي المحاضرة 5 والمحاضرة 6 اللي احنا فيها الآن. وبكده نكون نهينا الرحلة بتاعتنا، أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.